دلوقتي يعني محتاجين ان احنا نسمع الاستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام اداره الاثار المستردة، يعني عايزين بوزاره الاثار عايزين نعرف منه. يعني معانا طبعا الاستاذ شعبان. يا فندم، مع حضرتك. ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وعلى الصديق العزيز وزميل الكفاح الدكتور بسام الشماع. زميل الكفاح، ديت نقطة على صدري يا دكتور. حضرتك من المصريين اللي بيعملوا بجد وبجد، وانا اعرف ازاي انت اليوم بتاعك بيبقى اكتر من 24 ساعة عشان تسترد اثارنا. كنت لسه بقول للاستاذة حضرتك كنت مرة قعدت سنة في المحاكم وفي الاوراق وفي الاثباتات عشان ترجعوا لنا اثارنا، افتكر كانت من قبرص. فمجهودكم الحقيقه فوق دماغنا من فوق كلنا. ده صحيح. هو يعني فعلا استاذ بسام قبل يعني قبل الهوا كان بيقول ان حضرتك عامل مجهود كبير جدا، وانك يعني بصراحه يعني لا تنأى عن فعلا استرداد اثارنا اللي في الخارج. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. والاستاذ بسام يعني ده استاذنا وبيساعدنا في حاجات كتيره جدا، ويمكن هو بيتواصل معايا في حاجات كتير، والحمد لله اعتقد ان هو بيلاقي استجابه في اكتر من موضوع بيثيره، لان هو مصري اصيل وكتير جدا غيور على مصر. صحيح، لسه مش غيور بالكلام. مش غيور بالكلام، لا، غيور بالفعل. ودي حاجه بجد انا بشكره عليها جدا واحييه طبعا في اي مكان بروحه، ان هو من الشخصيات المصريه الجدعه اللي هي بتساعد وبتحب الاثار ونفسها ان كل اثارنا ترجع. فانا بقدم له تحيه قدام البرنامج لحضرتك. اشكرك. يعني كان لسه الاستاذ بسام بيتكلم في نقطه مهمه جدا، المسلات اللي هي يعني شوف قيمتها حضرتك 3000 ومش عارف وكام سنه، لسه الاستاذ بسام بيقول وموجوده في دول كتيره. يعني ايه الجهود اللي حضرتك مثلا كاداره بتقوم بيها، يعني كوزاره اثار بتقوموا بيها في ان احنا نسترد بقدر الامكان معظم اثارنا؟ يعني مش يعني واتمنى انها تكون كل اثارنا اللي موجوده في الخارج. في الحقيقه طبعا انا بس حابب اوضح حاجه بس لحضرتك وللساده المشاهدين. الاثار اللي موجوده خارج مصر ليها ثلاث مصادر. المصدر الاول انها تكون خرجت بطريقه شرعيه، ولما بقول بطريقه شرعيه الناس ما مش فاهمه او تراجع، هي المعارض صح؟ لا طريقه شرعيه. مصر كانت من الدول اللي كانت تجاره الاثار مباحه فيها لحد سنه 1983، فكان في ناس بتشتري الاثار من مصر وبيتم تصديرها بطريقه شرعيه، كانت القوانين في ذلك الوقت تسمح بذلك. في الطريقه الثانيه اللي هي بتكون خرجت عن طريق سرقات تمت في سواء كان متاحف او مواقع. وفي طريقه ثالثه اللي هي احنا بنعاني منها اكتر، وهي الحفر سلسه في المواقع الاثريه. الطريقه الثانيه والثالثه احنا اللي بنسترد منها القطع الاثريه بتاعتنا، لكن الطريقه الاولى اللي خرجت بطريقه شرعيه او في ظل القوانين اللي كانت بتسمح في ذلك الوقت، دي بتبقى عملية بتحتاج إلى مجهود دبلوماسي كبير جدا. وإحنا بنشتغل على ثلاث محاور، بنشتغل على محور استراتيجية طويلة المدى اللي هي القطع اللي ممكن تاخد منا وقت ومجهود كبير، وبنشتغل في نفس الوقت على القطع اللي هي الحاجات العاجلة اللي عندي مزاد مقام ده حاليا، عندي ضبط تم في أي موقع في أي مينا من المواني. احنا استراتيجيتنا بنشتغل باكتر من استراتيجيه، ولكن انا يكفي ان انا اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان جميع اجهزه الدوله المصريه مستنفره بمعنى الكلمه لاسترجاع الاثار المصريه من الخارج. وما اقول اثار مصريه، هي اثار مصريه كل الحضارات التي قامت على ارض مصر من ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث. فاحنا رجعنا الحمد لله في الفتره الاخيره، الحمد لله رب العالمين، شهدت طفره كبيره جدا. قدرنا نرجع مجموعه كبيره جدا من القطع الاثريه من تقريبا من دول كتير جدا، من اكثر من 15 دوله على مستوى العالم. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان في السنه دي بس في 2018 احنا بدانا العام ان احنا رجعنا ثلاث قطع اثريه مهمه جدا من الولايات المتحده الامريكيه. رجعنا ثمان قطع اثريه من فرنسا مهمين جدا. كويس. منهم راس من البازلت العصر البطلمي. رجعنا في من قبرص مجموعه 14 قطعه اثريه، يمكن الاستاذ بسام كان شاهد على الموضوع ده وكنا بنتواصل مع بعض فيه. رجعنا من ايطاليا 195 قطعه اثريه بالاضافه الى مجموعه من العملات الاثريه من مختلف العصور الفرعونيه. فاحنا شغالين على اكثر من استراتيجيه، فاحنا
دي حاجه مهمه جدا. ان زي ما بقول لحضرتك اي ملف احنا بنشتغل عليه لازم الناس تعرف حاجه مهمه جدا جدا وهي ان عمليات استرداد الاثار عمليات صعبه جدا معقده جدا مكبلين بمجموعه كبيره جدا من القوانين الخارجيه صحيح. اللي هي لا تسمح باسترداد الاثار وهو نزاع ما بين دولتين مش نزاع بس ما بين فردين ما بين دولتين يحكمهم قوانين مختلفه ويحكمهم مساله صعبه جدا مختلفة. مساله عمليه صعبه جدا فكثير من المصريين للاسف الشديد متخيلين ان عمليه استرداد الاثار دي عمليه سهله ان انا مجرد ما اكتشف قطعه اثريه اروح ثاني يوم اقول له تعالى وهاتها وارجع بيها مصر عمليه صعبه جدا وشاقه وبتحتاج مجهود وتضافر جهود كتير. يعني انا من خلال برنامج حضرتك يعني اسمحي لي بس اوجه التحيه لوزاره الخارجيه المصريه العريقه وجهودها معانا مكتب معالي النائب العام والتعاون الدولي في مكتب النائب العام اكتر من اداره من كل الجهات الامنيه والرقابيه اللي موجوده في مصر بتتابع معانا نفس الملف مع وزاره الاثار وشرطه السياحه والاثار ومباحث الاثار. ففي كل اجهزه الدوله هي اجهزه مستنصره للعمل على عوده اي قطعه اثريه يشتبه ان هي تم تهريبها خارج مصر بطريقه غير شرعيه. ربنا يوفقكم يا رب. بس كنت في سؤال كده يعني بدر لذهني يا استاذ شعبان، هل مثلا يعني طبعا يعني كم الحاجات اللي حضرتك قلتها دي كلها الاثار اللي تم استردادها، هل في حصر للاثار اللي هي موجوده في الخارج في الدول المختلفه ولا صعب؟ هقول لحضرتك الحاجه، السؤال ده دايما بتسال فيه بس انا بقول دايما ان صعب جدا لسبب مهم جدا. انا لو عرفت المصدر اقدر اعمل الحصر. انا عندي المصدر اللي خرج سواء من المواقع من المتاحف او المخازن ده انا اقدر اعرفه واحصره، لكن اللي خرج من عن طريق الحفر خلصه لكن ما حضرتك الاستاذ اسلام يعني ده حفر خلصه يعني حفر تم بدون علمي وبدون اي مستندات عنه. فانا ما اقدرش تعرف ايه كميه، طبعا ما اقدرش اعرف الكميه اللي موجوده في الخارج الا ان لما تظهر فيها الاسواق او صلاه المزارات او حد بقى يتم ابلاغ عن مثلا قطعه هنا او كده. تمام، ربنا يوفقكم يا رب وان شاء الله يا رب نقدر نسترد كل اثارنا اللي في الخارج يا رب، يعني اثارنا المصريه اللي احنا المفروض نعتز بيها. وطبعا الواحد بيحس بغيره ان هو يلاقي مثلا يعني اثار بلده في اي بلد ثانيه ويعني الناس بتحتفي بيها هناك ومش موجوده هنا. انا بشكرك جدا استاذ شعبان عبد الجواد مدير عام اداره الاثار المستردة بوزاره الاثار.